أتذكر يعني من القصص التي مضت علي أنا وأنا طالب عند الشيخ الله يغفر له ويرحمه، وكنت أقرأ يوم من الأيام أمام الشيخ ويعني أحاول أن أرضيه يعني بقراءتي بحسن الصوت والوقف الصحيح والتفخيم والترقيق حتى لا ينتقدني يعني. وأنا أقرأ عليه في سورة النمل في قصة سيدنا سليمان، في قصة سليمان أقرأ عليه: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أقرأ بصوت حلو كويس يعني، أنا صغير في السن هذاك الوقت وصوتي جميل وأدي طيب زي ما يبغى الشيخ. الشيخ أشر لي قال لي: أنت أسكت. سكت أنا وقال لي: أنت إيش بتقول؟ ارجع إليهم يعني، أنا بحس صوتي يعني ونغم وأسوي بحيث أنه أكسب رضا الشيخ، لأن الشيخ ينتقد بشكل يعني مخيف جدا. مهم، قال: أنت ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل كذا يعني؟ كذا الملوك يقولوا؟ الملوك يصدروا الأوامر بهذا الشكل: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم كذا؟ ده ملك، وفي مسألة كبيرة جدا وهي التوحيد عبادة غير الله، وعنده الجن وراه والإنس وراه والدنيا كلها والريح ويقول ارجع إليهم فلنا، كأنه صبي بقال. قال لي: أنت بتتكلم كأنه واحد بقال يقول للصبي حقه رجع العلبة دي هناك وجيب واحدة تانية. ايه انتبه، انت بتتكلم بلسان مين؟ طبعا انا ما عندي في بالي هالكلام هذا كله. انا بصلح صوتي علشان الشيخ يرضى وينبسط وكذا. فانا وجدت وين الكلام اللي يبغاه هو، وين اللي انا يعني أعددت نفسي لكي يعني أبرزه بين يديه وعلى مسامعه يعني. فأنا ما في بالي إنه سيدنا سليمان يعني لازم أنا أكون يعني منتظم جدا في المعاني التي يعني في الكلمات التي تعني شيئا، يعني شيئا عند الملوك وعند الناس الذين بيدهم الأمر، وكيف يعني يصدرون الأوامر. أنا ما ببالي هذه الحكاية، لكن الشيخ انتقدني في هذا وقال لي: أنت ما تعرف تتكلم.